السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهارده هعمل لكم حاجة كده بسيطة تنفع في السندوتشات للولاد في المدارس، بتبقى حلوة قوي. احنا دايما بنجيب جبنة او جبنة اسطنبولي. جبنة اسطنبولي ساعات بتنشف، الجبنة البراميلي ساعات بتنشف، بتبقى مننا مش حلوة فبنرميها. طب وليه نرميها؟ بتبقى مش يعني حتى ما بتعجبش ولادنا. فانا هعمل لها كده خلطة حلوة ان شاء الله تعجبكم وتنفع في السندوتشات. اي مقدار جبنة اسطنبولي عندك؟ انا عندي دول قطعتين ماشي. حطيت خيارة يا واحدة بس، بصلاية صغيرة، طماطميتين صغيرين، فلفلتين رومي عشان ما زودش السوائل. ماشي حبايبي، هعمل ايه؟ عندي اللي هي الكبة دي الكبيرة دي ماشي، حط شوية كده وشوية كده وننزل بالجبنة ماشي ايا كان بقى. بصي الجبنة عندك، بصي يعني انا هحاول بقى ايه اقطعها كده بالسكينة، بصوا كده عشان خاطر ايه بس اعرف ان هي تمشي في الكبة بس عشان ايه متضايقهاش. انزل بالطماطم والبصل، لو مش عايزة بصل ما تحطيش بصل ماشي يا حبيبتي. فلفل رومي، وادي الطماطم اهون، كله كله نزلنا كله في الكبة. كبة مش عارفة الخلاط عندك ينفع ولا لا. بصراحة عندي انا زيت زيتون بجيبه من الشركة، حط معلقتين زيت زيتون ما كترش ماشي. هنا حبايبي قفلت الكبه وابتديت اشغل، بصوا لو حسيت انها محتاجه زيت زيتون ممكن نحط. ناعمية خالص ماشي كده، نطلعها هفتحها بس وارجع لكم. ايه دي حبايبي؟ بصوا شايفين المنظر؟ بصوا تحفه، والريحه رائعه رائعه رائعه، ريحه ما اقولكوش. هفضيها بقى في الطبق واوريها لكم بنقدمها ازاي. ايه دي حبايبي؟ انا حطيت عليه زيت زيتون على الوش برضو. بصوا ايه دي المعجون، بصوا شايفين كله اتهرس ازاي؟ ولا باين الحدوقيه بتاعت الجبنه، ولا باين ان هي جبنه ناشفه، ولا باين انها جبنه زي ما اقولوا بايته ما كانتش هتتاكل. تحطيها في توست، تحطيها في الساندوتش الفينو، بصي بتبقى تحفه وفي منتهى الجمال. لو عايزه تستغني عن البصل استغني عن البصل. في ولادنا كتير ما بيحبوش القوطه والخيار والكلام ده، حطي فيها القوطه والخيار والفلفل مش هتبان وحلوه قوي. وجددنا الجبنه بدل ما تترمي او نحطها في المش، عملنا حاجه جديده وسهله جدا وسريعه جدا تنفع في الفطار. حطيها في علبه تنفع في الفطار، تنفع في العشاء، وتنفع في السندوتشات. يا رب تجربيها، وبحبكم قوي قوي. انا حنان رمضان.